التحية بالإرشادات الطبية، عدم التحية باليد مع العطس أو السعال في المرفق من أجل سلامتكم. احترموا النصائح التالية: عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. التحية بالإرشادات الطبية، عدم التحية باليد مع العطس أو السعال في المرفق. الاحتفاظ بالأطفال بالمنازل ومتابعة دراستهم عن بعد. ساكنة بني يخلف الأوفياء، عدم التحية باليد مع العطس أو السعال في المرفق. الاحتفاظ بالأطفال بالمنازل ومتابعة دراستهم عن بعد. ساكنة بني يخلف الأوفياء، من أجل سلامتكم احترموا النصائح التالية: عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، تباعد التجمعات غير ضرورية. من أجل سلامتكم احترموا النصائح التالية: عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، تفادي التجمعات غير ضرورية. التقيد بالإرشادات الطبية، عدم التحية باليد مع العطس أو السعال في المرفق. الاحتفال بالأطفال بالمنازل ومتابعة دراستهم عن بعد. ساكنة بني يخلف الأوفياء، من أجل سلامتكم احترموا النصائح التالية: عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى أو السعال في المرفق. الاحتفاظ بالأطفال بالمنازل ومتابعة دراستهم عن بعد. ساكنة بني يخلف الأوفياء، من أجل سلامتكم احترموا النصائح التالية: عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، تفادي التجمعات غير الضرورية. التقيد بالإرشادات الطبية، عدم التحية باليد مع العطس أو السعال في المرفق. الاحتفاظ بالأطفال بالمنازل ومتابعة دراستهم عن بعد. ساكنة بني يخلف الأوفياء، من أجل سلامتكم احترموا النصائح، تفادي التجمعات غير الضرورية. التقيد بالإرشادات الطبية، عدم التحية باليد مع العطس والسعال في المرفق. الاحتفاظ بالأطفال بالمنازل ومتابعة دراستهم عن بعد. الإرشادات الطبية، عدم التحية باليد مع العطس والسعال في المرفق. الاحتفاظ بالأطفال بالمنازل ومتابعة دراستهم عن بعد. ساكنة بني يخلف الأوفياء، من أجل سلامتكم احترموا النصائح التالية: تقيد بالإرشادات الطبية، عدم التحية باليد مع العطس والسعال في المرفق. خروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، تفادي التجمعات غير الضرورية. التقيد بالإرشادات الطبية.